بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. نستكمل حديثنا عن نص الفهم القرائي بإذن الله، الذي قبل أن الحديث عن نص الفهم القرائي سنعرج قليلا على بعض النقاط التي أو القراءات التي سنستخدمها في هذا الدرس. النقاط اللي سنستخدمها في هذا الدرس: اقرأ، أنمي لغتي، أفهموا وأجيبوا، أحللوا، أحاكي الأسلوب اللغوي، أكتبوا. بعد ذلك سنتناول أو سنقرأ الدرس بإذن الله عبر ثلاث قراءات. أولاها القراءة الجهرية، وكما تعلمون هي العملية الحركية التي يتزامن فيها عمل كل من عضلة اللسان والحنجرة والشفاة، حيث تخرج الأصوات التي تدل على الكلمات والمعاني من خلالها، كما أنها يمكن أن تتزامن مع الحركات التي توضح المعنى بشكل أكبر، خاصة عند إلقاء الشعر بأنواعه. ويعرف بعض علماء اللغة أن القراءة الجهرية هي عبارة عن ترجمة الرموز إلى كلمات مسموعة. ميزاتها: تمكن القارئ من النطق بشكل صحيح، تعلم إخراج الحروف من مخارجها، تشجع على حسن الإلقاء وتقوي شخصية خاصة عند القراءة أمام مجموعة من الناس. سنستخدم القراءة الصامتة عن طريقكم أيها الطلاب والطالبات. القراءة الصامتة تعريفها: وهي عبارة عن أمر فكري وعملية ذهنية، حيث أنه لا مكان للصوت فيها، فيقرأ الشخص بالاعتماد على حاسة البصر عن طريق عضو العين فقط، حيث تتنقل العيون فوق الكلمات بسهولة ويسر. ميزاتها: تعطي القارئ مساحة لفهم النص، حيث يركز القارئ فهم المدلولات الكلمات بعيدا عن التفكير بطريقة نطقها وحركات الحروف فيها. توفر الوقت أثناء القراءة، حيث أنها تختصر الوقت أكثر من القراءة الجهرية. القراءة التمشيطية، وقد استخدمناها في دروس سابقة، تستخدم البحث عن كلمة أو جملة أو إجابة بعينها بداخل نص مكتوب، والوصول إليها بطريقة سريعة وبدون القراءة المتأنية المعبرة وفهم التام للنص ككل، وهي نوع من القراءة السريعة لنص ما للوصول إلى كلمة معينة يتم البحث عنها. وهذا النوع من القراءة يتم تطبيقه على الطلاب حينما يتم تعليمهم القراءة بسرعة. كان درسنا سابقا، وهو درسنا هذا اليوم، نبذة عن لويس برايل. نأخذ عنه فكرة عن طريق الدرس. نفتح الكتاب. على صفحة 117. نص الفهم القرائي برايل. كما تعلمون لويس برايل عبقري فرنسي، ولد عام 1809، فقد بصره في سن صغيرة عندما كان يبحث بأدوات حادة في محل والده. ظهرت عليه ملامح الذكاء الحاد والنبوغ منذ الصغر، واتصف بالمراح والطموح. يرجع له الفضل بعد الله في إضاءة طريق المعرفة للمكفوفين. التحق في سن العاشرة من عمره بمدرسة خاصة بتعليم المكفوفين القراءة والكتابة، وكان عدد التلاميذ المكفوفين بها كثيرا، وكان التلاميذ جميعهم يجتهدون في تلقي العلم على الرغم من صعوبة ذلك بالنسبة لهم، لأن الحروف التي كانوا يستعملونها ضخمة جدا وكبيرة الحجم وثقيلة الوزن. حاول لويس برايل أن يتعامل مع هذه الحروف، لكنه كان يشعر بصعوبة الكتابة بها، فسأل والده ذات يوم: لماذا لا تكون هناك طريقة يستطيع معها الكفيف أن يخرج طاقته كلها في الكتابة والقراءة ومتابعة ما يجري من أحداث؟ إن الحروف التي يستعملها المكفوفون تمنعهم من مواصلة التعليم، وبذلك يعاني الكفيف مرتين: مرة من عاهة العمى، وأخرى من عدم القراءة والكتابة، اللتين يساعده إتقانهما على تجاوز هذه العاهة.
ومما ذكر ومما ذكره برايل ذات يوم: أنا كفيف، ولكن إن لم تتمكن عيناي من إطلاعي على الناس والحوادث والعالم من حولي، فلا بد من أن أجد وسيلة غيرها لأتمكن من ذلك. وظلت الأسئلة تراود تفكير برايل: كيف يتساوى الكفيف والبصير والقراءة والكتابة والقراءة في القراءة والكتابة، وما الطريقة، وكيف تحل المشكلة، وأي الأمرين النجاح والفشل أقرب إلى الإنسان المثابر؟ وما زالت فكرة اختراع طريقة سهلة للقراءة تسيطر على تفكيره، حتى سمع عن ضابط فرنسي ابتكر طريقة لكتابة خاصة بينه وبين جنده يستعمل فيها نقاطاً وعلامات بدل الحروف، استطاع من خلالها الجنود أن يقرأوا الرسائل المكتوبة بهذه الكتابة وهم في الخناتق المظلمة دون الحاجة إلى إضاءة، حيث كانوا يعتمدون على لمس الحروف لقراءتها، لأن الحروف مثقوبة على ورق مقوى. أجرى برايل تجاربه فترة طويلة حتى استطاع بفضل الله ثم بقوة إرادته وفطنته وتصميمه وضع رموز سهلة للحروف الأبجدية، فتحققت آماله، فألف مجلداً شرح فيه بالتفصيل طريقته المبتكرة في القراءة التي تعتمد على الحروف والرموز الناتئة المميزة بالأنامل. لقيت طريقته نجاحاً باهراً وعممت في العالم كله، وتمكن العالم العربي محمد الأنسي من تطوير الطريقة في اللغة العربية عندما حاول التوفيق بين أشكال الحروف المستخدمة في الكتابة العادية وشكلها في الكتابة النافرة، وطبعت بها الكتب والمجلات والصحف على مطابع خاصة استفاد منها كثير من المكفوفين، فكانت بذلك أكبر مساعد لهم على التحصيل والدراسة، فتحول الظلام إلى نور. وبعد فترة من الزمن ابتكرت ساعات برايل المعصمية التي تقرأ بواسطة اللمس، كما استفيد من طريقة برايل في طباعة القرآن الكريم في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الكريم، خدمة للمكفوفين المتطلعين لقراءة كتاب الله بأنفسهم في مختلف أنحاء العالم. فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. ندخل في حل التدريبات. بعد قراءتنا للنص، نص لويس برايل، هناك تدريبات على هذا النص. السؤال الأول يقول: أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب شفهيا عما يأتي، من أول من ابتكر طريقة للكتابة تعتمد على النفس على النص على اللمس؟ من أول من ابتكر طريقة تعتمد الكتابة تعتمد على اللمس؟ هل هو برايل أم ضابط فرنسي؟ جاوبي. بعد قراءتنا للنص تبين أنه ضابط فرنسي، فلويس برايل طور هذه الكتابة، أعجبته فكرة الضابط الفرنسي فطور هذه الكتابة واستخدمها في الكتب. السؤال الثاني: ما اسم العالم العربي الذي طور كتابة برايل؟ ما اسم العالم العربي الذي طور كتابة برايل في اللغة العربية ونقلها إلى اللغة العربية؟ بعد قراءتنا تبين أنه العالم محمد الأنسي. السؤال رقم 2: أقرأ الجمل الآتية وأنتبه إلى ضبط أحرف الكلمات الملونة. أنتبه إلى ضبط أحرف الكلمات الملونة. فقد برايل بصره في سن صغيرة عندما كان يعبث بأدوات حادة. العبارة الثانية: ظهرت عليه ملامح الذكاء الحاد والنبوغ منذ الصغر. العبارة الثالثة:
ابتكر طريقة لكتابة خاصة بينه وبين جنده. هذا من هو؟ هذا العبارة تعود على الضابط الفرنسي. السؤال الذي بعده، اقرأوا العبارات الآتي بطلاقة مع التعبير، قراءة معبرة مع التعبير. أنا كفيف ولكن إن لم أتمكن، أنا كفيف ولكن إن لم أتمكن، إن لم تتمكن عيناي من إطلاعي على الناس والحوادث والعالم من حولي، فلا بد من أن أجد وسيلة غيرها لأتمكن من ذلك. هذه العبارة قالها برايل. ننتقل إلى العنصر بعد ذلك اللي هو أنمي لغتي، أنمي لغتي. في السؤال هذا يقول أكمل الجملة الآتية بكلمة تناسب المعنى. أكمل الجملة الآتية بكلمة تناسب المعنى. ألف، حولت طريقة برايل ظلام الكفيف إلى نور وضياء ويأسه إلى ماذا تتوقع أيها الطالب أيتها الطالبة؟ ماذا ستكون الإجابة؟ ستكون بإذن الله كالتالي: ويأسه إلى أمل وتفاؤل، وأمله ويأسه إلى أمل وتفاؤل، وحزنه إلى فرح وسرور، وحزنه إلى فرح وسرور. باء، اشرح معنى الكلمة الملونة في كل من الجمل الآتية. هنا كلمات ملونة في سن، السن سن، فقد بصره في سن صغيرة. العبارة هذه تعود على لويس برايل. نضع إجابة مناسبة، فقد بصره في سن صغيرة. معنى السن هنا، معنى السن هنا ما معناه؟ بعد قراءتنا، بعد قراءتنا للنص تبين أن المقصود بالسن الذي هو العمر، العمر، عمر الإنسان. تبين لنا أنه عمر الإنسان. السؤال اللي بعده، أصابني ألم من التهاب السن فذهبت إلى الطبيب لعلاجه. أصابني ألم من التهاب السن فذهبت إلى الطبيب لعلاجه. يتبادر إلى الذهن عندما ذكرنا السن، كلمة السن والتهاب وطبيب، المقصود به بديهياً أنه تركيب شبه عظمي، الأسنان التي المعروفة، الأسنان هي تركيب شبه عظمي ينبت بين الفكين. السؤال اللي بعده يقول سن القلم مدببة، سن القلم مدببة، ما المقصود بسن؟ بما أن قال أو قيل سن القلم، سن القلم، فالمقصود به بديهيا أنه رأس القلم، أنه رأس القلم. نأتي للسؤال الذي يليه. هنا سؤال يقول أكون كلمات من أسرة كلمة الضوء مع الاستفادة مما ورد في النص وأكتبها في المخطط الآتي. هنا كلمة الضوء استنبطنا منها كلمة مضيئة واستضاء، واستضاء. نريد كلمات أخرى، مثلا كلمة إضاءة أو إضاءة، كلمة إضاءات جمع، وكلمة إضاءة أضاء فعل ماضي، وكلمة ضوء. كلمات كالتالي: إضاءة، إضاءات، ضوء، أضاء. في السؤال الثالث، أي التعبيرين أدق في المعنى في نظرك ولماذا؟ أي التعبيرين أدق في نظرك ولماذا؟ هل هو التعبير الأول أم الثاني؟ الأول يقول ظلت الأسئلة تراود تفكير برايل. التعبير الثاني ظل برايل يفكر في الأسئلة. أيهما أكثر دقة؟ أكثر دقة. تبين لنا بعد القراءة والإمعان في هذا الدرس
أن الأولى أو الأول العبارة الأولى هي أدق السبب لأن الأسئلة تراوده بين فترة وأخرى أصنف الكلمات في السؤال الرابع أصنف الكلمات إلى صنفين كل كلمات دالة على مصطلحات علمية وأخرى دالة على أسماء مخترعات الحقل الأول المصطلحات علمية والحقل الثاني أسماء مخترعات لنبدأ تقنية كما هو موضح مصطلح علمي الكلمة التي تليها قمر صناعي فكر أيها الطالب أيتها الطالبة قمر صناعي مصطلح اسم مخترع قمر صناعي الذي هو يبث لنا القنوات على الهواء مباشرة قمر الصناعي اسم مخترعات الكلمة الثانية مجهر ماذا تتوقع أنها هل هي مصطلح علمي أم اسم مخترعات تبين لنا أن كلمة مجهر اسم مخترع المجهر الذي يستخدمونه معلمي العلوم وتجدونه في المختبرات وتجدونه في جميع الأماكن العلمية والمعامل السؤال اللي بعده أو الكلمة اللي بعده مختبر طبي ما رأيك أيها الطالب أيتها الطالبة هل هو مصطلحات علمية أم اسماء مخترعات مختبر طبي دائما تجدونه في داخل المستشفيات داخل المستوصفات يقول لك مختبر طبي تبين لنا أنه مصطلح علمي مصطلح مختبر طبي مصطلح علمي براءة اختراع مصطلح علمي الصاروخ ماذا تتوقع هل هو مصطلح علمي أم اسم مخترعات الصاروخ مخترع التلفاز الذي موجود في بيت كل منا التلفاز هل هو مصطلح علمي ليس مصطلح علمي بديهيا أنه يكون من أسماء المخترعات الغواصة التي تغوص داخل أعماق البحار هي أيضا اسم مخترعات الطاقة الشمسية أيضا مصطلح علمي الطاقة الشمسية مصطلح علمي لتخزين أشعة الشمس والاستفادة منها في وقت الليل تجربة معملية مصطلح علمي حاسب آلي المستخدم في البيوت والمنازل والمدارس والمختبرات أيضا اسم مخترعات المغناطيسية كذلك مصطلح علمي بعد أن فرقنا بين المصطلحات العلمية والمخترعات نأتي إلى كلمة أتأمل أفهم وأجيب من ضمن النقاط التي شرحناها أول شريحة أتأمل الصورتين المصاحبتين للنص ثم أجيب عن الأسئلة النص اللي هو في صفحة 117 يوجد فيه صور من ضمنها ماذا يفعل الرجل الكفيف في الصورة الرجل الذي يضع أصابعه على الصورة تكون الإجابة يحاول أن يتعرف على الحروف البارزة لقراءتها السؤال الثاني هل تستطيع تمييز الرموز على صفحة الكتاب ولماذا؟ أنت أيها الطالب أيتها الطالبة هل تستطيع؟ لا أستطيع لأن هذه اللغة مخصصة للمكفوفين تساعدهم على التعرف على ما هو مكتوب هل تستطيع تمييز الرموز في صفحة الكتاب ولماذا؟ لا أستطيع لأن هذه اللغة مخصصة للمكفوفين تساعدهم في التعرف على ما هو مكتوب
ما فائدة الساعة التي تراها في الصورة؟ الساعة التي تراها في الصورة يستدل بها المكفوفين، يستدل بها المكفوفون لمعرفة الوقت، لمعرفة الوقت. السؤال الذي يليه: ما الفرق بين ساعة يدك أيها الطالب أيتها الطالبة والساعة التي تظهر في الصورة؟ الساعة التي في الصورة مصنوعة بكيفية ما تساعد فاقد البصر على التعرف على الوقت عن طريق اللمس. السؤال أجيب شفهياً على الأسئلة التالية: مما كان يعاني التلاميذ المكفوفين عند تعليمهم؟ بعد قراءتنا للنص تبين لنا أنهم كانوا يعانون من صعوبة القراءة، من صعوبة القراءة والكتابة بسبب ضخامة وكبر وحجم كبر حجم الحروف. السؤال بعده: ما المشكلة التي حيرت برايل؟ اختراع وابتكار طريقة سهلة للقراءة، اختراع وطريقة سهلة للقراءة. ما الدلائل، ما دلائل إحساسه بالمشكلة، ما دلائل إحساسه بالمشكلة، دلائل إحساس برايل بالمشكلة؟ سعيه المستمر للبحث عن طريقة سهلة لتعليم المكفوفين القراءة والكتابة، سعيه المستمر للبحث عن طريقة سهلة لتعليم المكفوفين القراءة والكتابة. السؤال الذي يليه: كيف تمكن من حلها وكيف اهتدى للحل إلى الحل؟ سمع عن ضابط فرنسي، الإجابة: سمع عن ضابط فرنسي ابتكر طريقة خاصة للكتابة. السؤال الذي يليه: بما امتازت طريقة برايل في تعليم المكفوفين؟ بما امتازت طريقة برايل في تعليم المكفوفين؟ الإجابة: امتازت بأنها تعتمد على الحروف والرموز البارزة والناتئة، امتازت بأنها تعتمد على الحروف والرموز البارزة والناتئة. أعلق على هذه العبارة ما بعد كلمة السؤال أعلق: هل تحب أن تعمل مستقبلا في مجال خدمة المكفوفين ولماذا؟ أنت أيها الطالب أيها الطالبة، هل تحب أن تعمل مستقبلا في مجال خدمة المكفوفين كعمل إنساني ولماذا؟ تكون الإجابة: نعم، لأنهم فئة غالية علينا. ما واجبك أيها الطالب أيها الطالبة نحو من فقد بصره؟ ما واجبك؟ واجبي مساعدتهم وعدم السخرية منهم، واجبي مساعدتهم وعدم السخرية منهم. ماذا تعلمت بعد قراءتك للنص؟ تعلمنا أشياء كثيرة، أفكار كثيرة، منها تعلمت الإصرار والعزيمة. يمكننا التغلب على كل المصاعب، ونضرب مثال على لويس برايل أنه عانى من مشكلة وبحث لها وكانت تراوده أسئلة فوجد من يعطيه الأجوبة، فهذا كله جاء بالاستمرار والإصرار والعزيمة التي مكنته للتغلب على المصاعب. أكمل الفراغات الآتي بما يناسب المطلوبة. من صفات المخترعين: بعد قراءتنا للنص أكثر من مرة تبين لنا من صفات المكفوف، من صفات المخترعين، من صفات المخترعين الذكاء، من صفات المخترعين الذكاء. أيضا صفة ثالثة: البحث المستمر. ونضرب مثال في برايل، كان يبحث بحثا مستمر عن أجوبة لأسئلته. صفات المخترعين كذلك: قوة الإرادة، لديه عزم وتصميم على إنجاز اختراعه. من فوائد اختراع برايل: ماذا تتوقع أيها الطالب أيتها الطالبة بعد أن اخترع برايل هذا الاختراع؟ من فوائد اختراع، من اللي استفاد منه؟ طباعة الكتب ومجلات وصحف خاصة بالمكفوفين، طباعة الكتب ومجلات وصحف خاصة بالمكفوفين، طباعة المصحف الشريف، اختراع ساعة اليد المعتمدة باللمس، اختراع ساعة اليد المعتمدة باللمس. أعلل شفهيا السؤال رقم 4، أعلل شفهيا ما يأتي: صعوبة تعلم العميان قبل اختراع طريقة برايل. الأشخاص المكفوفين قبل
اختلاف طريقة إبراهيم مما كانوا يعانون منه بسبب ضخ هذا السياق في المدرسة التي التحق بها لويس إبراهيم، بسبب ضخامة وكبر حجم الحروف التي كانوا يستخدمونها وأيضا ثقلها. أيضا تمكن الجنود الفرنسيين من قراءة الرسائل في الخنادق. أعللوا تمكن الجنود الفرنسيين من قراءة الرسائل في الخنادق المظلمة، ما هو السبب؟ لأنهم اعتمدوا على لمس النقط والعلامات المثقوبة على ورق دون استخدام الإضاءة باليد في الظلام. السؤال الذي يليه: اهتمام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الكريم وفق خط برايل. السبب: خدمة للمكفوفين في قراءة الكتاب خدمة المكفوفين في قراءة كتاب الله بأنفسهم في مختلف أنحاء العالم. السؤال الذي يليه: أتبادلوا الرأي مع من بجواري في اقتراح أكثر من عنوان ونكتب العناوين المقترحة في المكان المخصص؟ هنا أماكن لعناوين مقترحة بعد أن قرأنا قصة برايل عدة مرات. ماذا لديك أيها الطالب أيها الطالبة من عناوين قد نضعها بجوار العنوان الرئيسي؟ مقترحات: العنوان الأول قراءة الأناملي، قراءة الأناملي، كفاح برايل، كذلك مثابرة وإصرار برايل. إذن هذه العناوين: قراءة برايل نستطيع أن نضعه عنوانا رئيسا للقصة، قصة برايل، كفاح برايل، مثابرة وإصرار برايل. كذلك أحدث اختراع برايل تغييرا كبيرا في حياة المكفوفين. تشاور مع من بجوارك أيها الطالب أيتها الطالبة في صياغ جملة مفيدة تعبر عن الحقيقة، وجملة مفيدة أخرى تعبر عن رأي حول العبارة السابقة، وأكتب كل من الحقيقة والرأي في المكان المخصص بالاستفادة إلى قراءتي للنص. بعد أن قرأنا النص تبين أن الحقيقة نجاح المكفوفين في قراءة الكتب المطبوعة بطريقة برايل. نجح المكفوفون في قراءة الكتب المطبوعة بطريقة برايل. الرأي الثاني أو الرأي: طريقة برايل جعلت المكفوفين أكثر ثقة بأنفسهم. قبل اختراع برايل كانوا لا يثقون الطلاب المكفوفين بأنفسهم، بعد طريقة برايل صاروا يعتمدون على أنفسهم وصاروا يدخلون الجامعات والتعليم العام وجميع المدارس. السؤال اللي بعده: بعد قراءة وفهم في نص أو في فقرة أحلل، بعد قراءة وفهمي للنص أنصح كل من يشعر باليأس والأسى لفقدان بصره، أيها الطالب أيتها الطالبة ماذا تنصحه؟ أقول له: لا تيأس، سيعوضك الله خيرا، سيعوضك الله خيرا. تجد بعض المكفوفين مبدع في مجال آخر مع أن الإعاقة لم تقف في طريقه. يجزع عند حلول مصيبة به، شخص يجزع عند حلول مصيبة به. نصيحتي له: أن أصبر فأنت مأجور. نقول هنا: أصبر فأنت مأجور، أصبر فأنت مأجور. نقول هنا: اصبر فأنت مأجور، فأنت مأجور، اصبر فأنت مأجور على صبرك. السؤال الذي يليه: كيف يتصرف الكفيف إذا احتاج إلى مراجعة سورة من سور القرآن ولم يكن لديه مصحف المكتوب بخط برايل؟ شخص أو كفيف لم يكن لديه
مصحف مكتوب بخط برايل يراجعها من خلال الاستماع إلى الأشرطة المسجلة أو عن طريق الجوال والاستعانة بأحد أفراد أسرته. معرفة حوادث العالم اليومية الكثيف مثل أي شخص سليم أو سوي يريد معرفة الأخبار العالم أولاً بأول. ماذا ما هي الوسيلة أو الطريقة التي يعرف من خلالها مع حوادث العالم اليومية؟ الاستماع لنشرات الأخبار اليومية، تعلمون أنها صوت وصورة. الاستماع لنشرة الأخبار اليومية في التلفاز أو المذياع أو الاستماع لأحد أفراد الأسرة وهو يقرأ الصحف والمجلات والمواقع الإنترنت. السؤال الذي يليه: الاستزادة من المعلومات في المجال الطبي والعلمي والديني. الكفيف زي أي شخص وده يعرف آخر معلومات، آخر ما توصل إليه الطب والعلوم وكذلك العلوم الدينية والعلوم جميع شتى أنواع العلوم. يستطيع الكفيف عن طريق شراء الكتب العلمية المكتوبة بطريقة برايل أو يكلف أحد أفراد أسرته لقراءة الموضوع الذي يريده ويستمع له. أحاكي الأسلوب اللغوي، هنا لدينا دارس أحاكي الأسلوب اللغوي يتكلم عن التوكيد بكل وجميع، بكل وجميع أصوغ العبارات، أصوغ العبارات على غرار النموذج المعطى مع ضبط أسلوب التوكيد. التوكيد بكل وجميع، هذه العبارتين أو الكلمتين نستخدمها في حياتنا اليومية. جاء كل الطلاب، جاء جميع الطلاب. مثال: في الحقل الأول يتصف المخترعون كلهم، كلهم يتصف المخترعون كلهم. هذا الأسلوب اللغوي، كلهم، التوكيد، أسلوب التوكيد بكلهم. كذلك نضع إجابة للسؤال الذي يليه: تمتاز المخترعات المنزلية أو المخترعات المنزلية بماذا؟ أو تمتاز المخترعات المنزلية كلها بسهولة الاستخدام. إذن تمتاز المخترعات المنزلية كلها، استخدمنا عبارة كلها بسهولة الاستخدام. ضع كلمة في هذه الجملة أيها الطالب مستخدما عبارة كل. أشجار الحديقة نقول كلها مثمرة، كلها مثمرة. نضع عبارة نستخدم فيها كل، عبارة من عندنا نضع فيها كلمة كل. عبارة مقترحة: الفواكه والخضروات كلها مفيدة، الفواكه والخضروات كلها مفيدة. نستخدم بعد ذلك كلمة أو من أنواع أساليب التوكيد، التوكيد بجميع. يتصف المخترعون جميعهم بقوة الإرادة. تمتاز المخترعات المنزلية أو المنزلية جميعها بسهولة الاستخدام. تمتاز المخترعات المنزلية جميعها بسهولة الاستخدام. أشجار الحديقة جميعها، أشجار الحديقة جميعها، الفواكه والخضروات جميعها مفيدة. نكمل إن شاء الله الحصة القادمة.